بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جديد في الأكاديميك رايتنج في الجزء الأولاني اللي هو The Writing Process، والنهاردة هنتكلم على ثلاث نقط رئيسية اللي هي الأوتلاينز، Introductions المقدمة اللي تبقى موجودة في أي مقالة أو أي موضوع. هناخد الكونتنتس المحتويات بتاعت الانترودكشن بتبقى ايه، structure التركيب بتاع الانترودكشن، و opening sentences الكلمات الجمل اللي ممكن تستخدم في الانترودكشنز. في بعد كده الكونكلوجنز اللي هي المحصلة النهائية لأي موضوع اللي بنقول فيها الخلاصة بتاعت هذا الموضوع. وبعدين بعد كده في عندنا rewriting and proofreading، وده نقطة مهمة جدا بالنسبة لكم، لأن ده بيدل على مدى اهتمام الطالب بالمقالة اللي هو بيكتبها أو الموضوع اللي هو بيبحث فيه. وهناخد فيها ثلاث نقط اللي هي rewriting والproofreading، دول عنصرين أساسيين، وهناخد معاهم كمان موضوع اللي هو confusing pairs اللي هي الكلمات اللي بيكون قريبة قوي في السبيلنج من بعضها، لكن تغيير حرف بيؤدي إلى تغيير كامل لمعنى الكلمة. في الانترودكشنز اول حاجه اللي هي الكونتنتس، ايه هي الحاجات اللي ممكن ان احنا نلاقيها في الانترودكشن. An effective introduction explains the purpose and scope. يبقى الانترودكشن الفعاله اللي بتبقى كويسه قوي اللي لما اقراها في بدايه اي موضوع لازم ان هي بتشرح الهدف والرؤيه بتاعت هذا الموضوع. Introduction is usually no more than about 10% of the total length of the essay. احنا كنا قلنا قبل كده ان الانترودكشن والكونكلوجن هما الاثنين بياخدوا 20% بواقع 10% لكل واحد فيهم، لكن احنا كنا اتفقنا قبل كده ان ده مش رقم محدد وثابت، بيتوقف طبعا على ان ممكن ادي الانترودكشن وليكن 15% وادي الكونكلوجن 5%، ده على حسب الوزن النسبي واهميته بالنسبة لكل واحد. هنا في حاجة زي الكويز كده بقول فيها what is normally found in an essay introduction، ايه اللي ممكن في العادة ألاقيه في الانترودكشن بتاعت أي مقالة. هتلاقوا على الشمال في الجدول دوت في مجموعة أسئلة، وعلى اليمين Y اللي هي Yes و N اللي هي No. A definition of any unfamiliar terms in the title. لو في العنوان بتاع المقالة بعض المصطلحات اللي احنا ما سمعناش عنها قبل كده، مصطلحات جديدة لسه بتستخدم، حاجات زي كده، فهل دي ممكن تبقى موجودة في الانترودكشن ولا لا؟ Your opinion on the subject of the essay. رأيك الشخصي في الموضوع بتاع المقال اللي انت بتكتبه، هل تحطه في الانترودكشن ولا لا؟ Mention of some sources you have read on the topic. في بعض المصادر اللي بتذكرها اللي انت استخدمتها في تحضير المقالة او كتابة المقالة اللي انت بتشتغل عليها. A provocative idea or question to interest the reader. ممكن او هل ممكن يتحط سؤال او فكرة تبدو ان هي فكرة مستفزة شوية علشان تخلي القارئ يهتم بالمقالة ويبتدي يكمل لحد آخرها عشان يشوف انت عايز تقول له ايه. Your aim or purpose in writing. ايه الهدف من المقالة اللي انت بتكتبها او البحث اللي انت بتكتبه. The method you adopt to answer the question or an outline. بتحدد الخطوط العامة هتتناولها، المحاور العامة للمقالة. Some brief background to the topic. يعني معلومات، مجموعة من المعلومات المختصرة بالنسبة للموضوع اللي هتكلم عليه. In the limitations you set yourself. بعض الحدود لموضوع المقالة وانت حطيتها بنفسك، الحدود ديت مش اي حد تاني حطها لك. طيب there is no standard pattern for an introduction. نفس الموضوع اللي دايما بقوله او نفس المصطلح اللي انا دايما بستخدمه، ان مفيش حاجة اسمها قوالب ثابتة او اشكال محددة نقدر نكتب بيها الانترودكشن.
since much depends on the type of research. طبعا الانترودكشن بصفة عامة بتعتمد على نوعية البحث أو المقالة اللي احنا بنكتب عنها. The length of the essay نفس المقالة كمان الطول بتاعها، هل المقالة لو كبيرة يبقى أنا أقدر أكتب introduction كبيرة شوية، المقالة لو قصيرة صفحة مثلا ولا حاجة يبقى ال introduction هتبقى عبارة عن جملتين تلاتة للدخول في الموضوع. But a common framework is، لكن في بعض النقط كده الأساسية اللي لازم نلاقيها في أي introduction. Definition of key terms if needed، دي إجابة لمجموعة من الأسئلة اللي كانت في الشريحة اللي قبل كده، لكن في أسئلة تانية أنا محتاج أعرف إجابتها منكم فهتفكروا فيها وتردوا علي. Definitions of key terms، لو في مصطلحات جديدة طبعا لازم تبقى موجودة في الـ introduction. If needed، إذا حسيت أن أنت المصطلحات دي جديدة قوي وإحنا محتاجين أن إحنا نوضحها بالنسبة للقارئ. Relevant background information، بعض المعلومات الخاصة بالموضوع بحيث ان هي بتدي خلفية عن الموضوع عشان القارئ يبقى ملم بالأطراف بتاعته. Review of work by other writers on the topic، بنذكر بعض العاملين بالبحث دوت أو في المجال دوت، ايه الابحاث اللي هم عملوها، طبعا بيبقى في صورة مختصرة طبعا عن النتائج اللي حصلوا عليها والابحاث دي تمت في انهي توقيت. Purpose or aim of the paper، ايه هو الهدف من البحث او المقالة اللي انت بتكتبها. Both methods used and results found، وهنا انا حطيت علامة استفهام لان دي هنا بنقصد بيها في المقالة، لكن لو في بحث علمي زي اللي انا كنت وريته لكم لا، بيبقى في سيكشن منفصل عن الماتيريالز اند ميثودز، ايه هي المواد الكيماويه اللي انا استخدمتها في البحث، وايه هي عناصر او الاجهزه اللي انا استخدمتها في التحليل، وفي جزء تاني منفصل عن الريزلتس اللي هي النتائج اللي وصل ليها البحث. فدي عشان كده انا حطيت عليها علامه استفهام عشان تخلوا بالكم منها. ان ليميتيشنز يو امبوزد، لو في محددات معينه حطيتها بالنسبة للمقالة أو البحث، وليكن مثلا إن البحث دوت تم على مجموعة من الأطفال مثلا، أو مجموعة دراسة معينة تمت على مجموعة من الأطفال في سن مثلا من 6 إلى 10 سنين، في الحالة دي يبقى في هنا limitations، في حدود، ما ينفعش إن أنا أخرج عن السن أكتر من كده أو أقل من كده. The organization of the work اللي هي الاوتلاينز اللي هو ازاي انت بتفكر او المحاور الاساسية في المقالة اللي انت بتكتبها او البحث اللي انت بتعمله. Study the following extracts from the introduction to the essay. Evaluate the experience of e-learning for students in higher education. في عندنا مقالة مطلوب مننا ان احنا نكتبها. Evaluate يعني مطلوب ان احنا نقيم خبرتنا في الاي ليرنينج اللي احنا بنعمله دلوقتي، ده اسمه اي ليرنينج. فعايزين الطلبه اللي في التعليم العالي اللي هم في الجامعه ابتدوا يتعلموا او ابتدوا يتعاملوا بما يطلق عليه الاي ليرنينج، فعايزين نشوف خبراتهم في هذا المجال. طيب ايه اللي ممكن نلاقيه من النقط اللي احنا اتكلمنا عليها او العناصر الاساسيه المفروض تبقى موجوده في الانترودكشن والمفروض نلاقيها هنا؟ Certain words or phrases in the title may need clarifying because they are not widely understood. There is a range of definitions of this term, but in this paper, e-learning refers to any type of learning situation where content is delivered via the internet. طيب احنا في العنوان بتاع المقالة، وده هتلاقوني كاتبه باللون الاحمر، قلنا كلمة e-learning. للناس اللي مش في المجال بتاع التعليم كلمة e-learning بالنسبة له ده مصطلح جديد، فمحتاج ان احنا نوضحه له. فعشان كده لو انا بكتب بقى عن الحتة دي بالذات او الجزئية دي بالذات، فرحت كاتب الجملة اللي هي there is a range of definitions الى اخر الجملة، عرفت فيها يعني ايه e-learning، ان اي مادة علمية او اي وسائط علمية هتصل من الاستاذ الى الطالب من خلال الانترنت، يبقى في الحالة دي هنسميه e-learning. النقطة الثانية، it is useful to remind the reader of the wider context of the work as this may also show the value of the study that has been carried out. مهم قوي
ان السكوب بتاع او المنظور او الـ او الـ الرؤية بتاعة الموضوع تبقى واضحة في ذهن القارئ، لان ده بيدي اهمية للدراسة اللي تمت او للمقالة اللي بتتكتب. فلو عايز اعبر عن النقطة دي في الانترودكشن فهقول Learning is one of the most vital components of the contemporary knowledge-based economy. With the development of computing power and technology, the internet has become an essential medium for knowledge transfer. فبقول هنا ايه؟ Learning is one of the most vital components. واحدة من العناصر الحيوية او الهامة او التي لا يمكن اغفالها of the contemporary knowledge-based economy اللي بيعتمد عليها الاقتصاد القائم على المعرفة اللي هو الاقتصاد الحديث. With the development of computing power مع التطورات اللي بتحصل في مجال الكمبيوتر and technology والتكنولوجيا المعلومات the internet has become an essential medium for knowledge transfer. أصبح الإنترنت وسيلة مهمة جدا إن أنا أبعت المحاضرات بتاعتي للطلبة بحيث إن هم يطلعوا عليها. 3. While a longer article may have a separate literature review, in a shorter essay it is still important to show familiarity with researchers who have studied this topic previously. صحيح ان في المقالات الطويلة بيبقى في جزء خاص بالliterature review، ده اللي انا كنت بتكلم عليه ساعة لما وريتكم الفرق بين الرسالة والبحث العلمي. لكن في المقالات اللي هي بتبقى قصيرة صفحة ونص صفحتين ثلاث صفحات بكتير بيكون مهم برضو ان احنا نوضح ان احنا على اطلاع بالباحثين او من قاموا بالعمل في هذا المجال قبلنا. This may also reveal a gap in research that justifies the work. وده بيوضح ان ليه احنا عملنا البحث دوت او ليه عملنا المقالة ديت، علشان في جزء ما تمش تغطيته بصورة واضحة وفي تفاصيل مفقودة، وبالتالي احنا كتبنا المقالة دي او عملنا البحث دوت، وبالتالي احنا بنقدم هنا السبب ليه احنا انجزنا العمل دوت. وديت مثل various researchers زي دول اللي هم اللي هو كريستين في 2003 هونيك في 2006. كلمة إيتال اللي انتوا شايفينها بالمكتوبة إيتالك دي بتبقى معناها وآخرون، يعني الرجل ده ما اشتغلش لوحده في البحث، في معاه حوالي 6 أو 7. ما فيش منطق يقول ان احنا نكتب أسماء الستة أو السبعة فبنكتب كلمة إيتال، ودي بتعبر ان في ناس تانية مشتركة في البحث معاه. لما بنروح للجزء بتاع الريفرنس بنلاقي اسمائهم كلها مكتوبة بالتفصيل. Various researchers have evaluated e-learning in a healthcare and business context, but little attention so far has been paid to the reactions of students in higher education to this method of teaching. يعني الناس اللي اشتغلوا في المجال دوت مجال e-learning ودرسوه في المجال بتاع العلوم الصحية، الطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض and business اللي هو المجال بتاع التجارة، لكن ما درسوش مدى تقبل وتفاعل الطلبة وخبراتهم بصفة عامة في المجال بتاع التعليم الجامعي لهذه الطريقة من التعلم. نمرة 4. The aim of the research must be clearly stated so the reader knows what you are trying to do. مهم جدا ان الهدف بتاع البحث يبقى واضح في جملة واضحة بحيث ان القارئ يبقى عارف انا ليه، بعد ما قلت له انا ليه بعمل البحث ده ايه الاهمية وايه الهدف بتاع البحث دوت. فممكن اعبر عن ده بقول ان انا اقول الجملة دي The purpose of this study was to examine students' experience of e-learning in a higher education context. هنا بقى الهدف بتاع البحث ان انا اعمل عملية تقييم للخبرات بتاعة الطلبة اللي في التعليم الجامعي بصفة عامة، مش في مجال محدد او مجال متخصص، في موضوع الاي ليرنينج وهل هم بيستفيدوا منه، ايه العقبات اللي بيواجهوها، ايه المميزات اللي شايفينها فيه، وهكذا. نمرة 5. The method demonstrates the process that has been undertaken to achieve the aim given before. لازم اوضح ايه هي الخطوات اللي انا عملتها او الطريقة اللي انا استخدمتها علشان احقق الهدف اللي انا لسه قايل عليه.
فعبر عن ده في جملة بقول A range of studies was first reviewed and then a survey of 200 students from a variety of disciplines was conducted to assess their experience of e-learning. يبقى أنا هنا عملت ريفيو للناس اللي اشتغلوا في المجال ده قبل كده بصورة مختصرة، وبعد كده خدت 200 طالب من تخصصات مختلفة، وهم دول كانوا اللي أنا ابتديت أعمل لهم انترفيو وأشوف تقييمهم لموضوع الإي-ليرنينج. نمرة 6: You cannot deal with every aspect of this topic in an essay, so you must make clear the boundaries of the study. ما تقدرش في أي بحث إنك تتعامل مع كل التفاصيل بتاعة عنوان البحث دوت، وعلشان كده لازم تحط بعض الحدود اللي هي limitations أو boundaries للدراسة علشان تقدر تجريها. يعني مثلا clearly a study of this type is inevitably restricted by various constraints. من الواضح إن أي دراسة في المجال ده هيكون في مجموعة كبيرة من المحددات اللي بتخليها تخرج بالشكل دوت. Notably the size of the student sample. مثلا عدد الطلبة اللي انت هتعمل عليهم الدراسة. احنا فوق في الجملة اللي فوق قلنا 200 طالب. And this was limited to students of pharmacy and agriculture. انت ما اكتشفتش بانك تحدد ال 200 طالب بس، ده انت حددتهم ان الطلبة دول هيبقى في تخصصات الصيدلة والزراعة. يبقى في الحالة دي في هنا limitations اللي هي كانت ايه؟ عدد الطلبة 200 طالب، وبعدين التخصصات اللي هم فيها اللي هي عبارة عن الصيدلة والزراعة. Understanding the structure of the work will help the reader to follow the argument. لو انا ال outlines بتاعت الموضوع واضحة هيقدر القارئ يقدر يتابع التدرج المنطقي في الموضوع، وبالتالي يقتنع بأهمية المقالة أو البحث العلمي اللي أنا عملته. The paper is structured as follows. هنا بقى أنا البحث المتعلق بخبرة الطلبة اللي في مجال الصيدلة والزراعة في نطاق التعليم الجامعي عن خبراتهم سواء السلبية أو الإيجابية مع الإي-ليرنينج اللي هو التعليم الإلكتروني، ابتدينا نحط لها الأوتلاينز بتاعتها. The paper is structured as follows. The first section presents an analysis of the relevant research. يبقى الجزء الأولاني من البحث اللي أنا هبتدي أتكلم عليه بعد كده بيحصل فيه إن أنا بعمل تحليل بسيط للـ relevant research، الأبحاث اللي اشتغلت في الموضوع دوت. Focusing on the current limited knowledge regarding the student experience. وحركز في التحليل ده على ان في نقطة ضعف اللي انا بحاول اغطيها في هذا البحث، وعشان كده justify قدرت ان انا اقوم بهذا البحث. بركز على limited knowledge المعلومات القليلة اللي كانت متوفرة في مجال student experience، موضوع خبرة الطلبة، فهبتدي ركز عليها علشان اغطيها في البحث. The second part، واروح مكمل بقى ايه هي بقية محاور هذا البحث او المقالة اللي انا بتكلم عليها. Opening sentences، علشان ابتدي اتكلم عن بحث او عن مقالة لابد ان يبقى فيه بعض الكلمات الجمل الافتتاحية اللي بتهيئ القارئ ان هو يستمع لما سوف يرد ذكره من معلومات. It can be difficult to start writing an essay. صعب جدا، مش صعب جدا، احيانا بيبقى صعب جدا انك انت تبتدي تكتب مقالة. But especially in exams، ولكن في الامتحانات hesitation will waste valuable time. أي تردد لفترات طويلة ده معناه إنك أنت بتخسر وقت في الامتحان. The first few sentences should be general but not vague to help the reader focus on the topic. أول 3-4 جمل لابد إن هي تكون جمل عامة حوالين الموضوع طبعا، بس ما تبقاش مبهمة، يعني ما تبقاش عامة جدا لدرجة إن هي تبقى مبهمة. بيكون الهدف منها تهيئة القارئ إن هو يركز على الموضوع اللي إحنا بنكتب عليه. They often have the following pattern. بيبقى ليهم تركيبة معينة، بنحط في الأول time phrase، وبعدين التوبيك اللي احنا بنتكلم عليه، وبعدين بعد كده نبتدي نتدرج في التطور بتاع الموضوع. time phrase زي ما اقول currently، او زي ما اقول since، واروح عاطي تاريخ معين.
وبعدين التوبيك اللي انا هبتدي اتكلم عليه سمارت باكجينج اوف فودز اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وقلت لكم النوع من التعبئه الذكيه، او الكتريك فيكلز لو انا بتكلم من 2008 ابتدى يظهر موضوع السيارات الكهربيه علشان تلوث البيئه الى اخره. Development يعني معناها smart packaging of foods has emerged as a potential cause for extending product shelf life. يبقى أنا ابتديت بعنوان الموضوع ورحت مكمل بجملة بتوضح إيه هي أهمية الموضوع دوت. Has emerged as a potential ظهر كطريقة واعدة جدا لزيادة قوة الحفظ بتاعة الأغذية. Electric vehicles have become a serious commercial approach. ابتدى الانتاج بتاع السيارات الكهربية على مستوى تجاري ابتدى يبقى موضوع مهم جدا، وفي دول كتير زي ألمانيا بتركز قوي على الموضوع ده. It is important to avoid opening sentences that are over general. اللي احنا لسه قايلينها فوق ان تبقى الopening sentence very general، يعني ايه؟ يعني حاجة عامة خالص ومش مفهوم ايه اللي انت عايز تقوله، وبالتالي اصبحت اضافة غير فعالة. هندي مثل بقول compare nowadays في اوقاتنا الحاضرة there is a lot of competition among different providers of news. في الوقت الحالي في تنافس كبير جدا بين مصادر المعلومات وسكت. طيب مصادر المعلومات دي اللي هي مثلا الصحف، الانترنت، التلفزيون، الراديو، الكتب. يبقى هنا ده بيسموه over general او vague، هنا مبهمة او مش مفهومة قوي. طب لو عايز اكتب الجملة دي مرة تانية اقول newspapers، يبقى انا هنا حددت حاجة معينة. are currently الان الصحف الان facing strong competition from rival news providers such as the internet and television. الصحف بتواجه منافسة قوية جدا من المصادر الأخرى للمعلومات زي الإنترنت والتلفزيون. ده exercise بقول write introductory sentences، عايزين نكتب جمل opening sentences أو introductory sentences for three of the following titles. أنا اديت لنفسي الإكسرسايز ده فلقيت إن أنا ممكن أكتب في واحد من الأربع موضوعات ديت. انتوا من حقكم انكم تكتبوا زي ما انا معودكم تكتبوا في اي موضوع انتوا عايزين حاسين ان هيبقى العطاء بتاعكم فيه افضل من الحاجات اللي انا مقترحها. مش مهم، المهم ان احنا الكلام اللي قلناه على الانترودكشن والستراكشر بتاعها لازم نراعيه فيها. فانا فكرت وقلت طيب how important is it for companies to implement the HACCP system. ده تايتل، واحنا كنا اتكلمنا على الموضوع بتاع الهسب دوت وعرفنا ايه اهميته بالنسبة للشركات. Are there any technological solutions for global warming؟ هل توجد اي حلول تكنولوجية للتغير المناخي وارتفاع درجات حرارة الارض والحاجات ديت؟ What can be done to reduce food poisoning in developing countries؟ الدول النامية مشهور قوي فيها قصة التسمم الغذائي، هل في حاجات خطوات إجراءات نقدر نعملها علشان نقلل حدوثه؟ Compare the main features of microfiltration and reverse osmosis process. اللي في المجال بتاع الأغذية تكنولوجيات معينة بتستخدم لعملية تركيز وليكن مادة زي اللبن عشان نصنع منها الجبنة الفتة. ففي نوعين اتنين من التكنولوجي في المجال ده، حاجة اسمها microfiltration و reverse osmosis. ايه هي الخواص والصفات والاساس العلمي في عمل الطريقة الاولانية او التكنولوجي الاولانية والتكنولوجي التانية؟ طيب انا سايب لكم المجال مفتوح، بس اهم حاجة تكتب لي في ثلاث مواضيع يكونوا مختلفين. introductory sentences او opening sentences كintroduction بالنسبة للموضوع. طيب ادي تمرين كمان، write an essay with the title. هنا انا سبت لكم التايتل مفتوح، اختاروا التايتل اللي يعجبكم في اي مجال يعجبكم. Use the notes below to write the introduction in about 150 words. هنا بقى انا حددت لك ان الانترودكشن 150 كلمة. It is not necessary to refer to sources in this essay. مش مهم انك انت تكتب لي هنا references فيها. فانا عايز في التايتل تبقى حاجة محتاجة انك تحط definition، وبعدين تجيب حاجة عن الباك جراوند بتاع الموضوع،
ليه فكرت في الموضوع دوت اللي هو purpose, method او outline, discussion of the following points, انت ايه هي المحاور اللي هتناقشها في الموضوع بتاعك, نقطة او اتنين كفاية قوي. وبعدين limitations زي ما احنا كنا قلنا هناك 200 طالب, ال 200 طالب دول في التعليم الجامعي مش في التعليم الثانوي, ال 200 طالب دول في تخصصين اتنين اللي هم الصيدلة والزراعة, يبقى ايه هي limitations اللي انت حطيتها لنفسك. conclusions, احنا اتفقنا في محاضرة من المحاضرات ان الانترودكشن والكونكلوجن هما الاثنين بيمثلوا 20% من الاسي, وان التوزيع بتاع ال 20% دول ممكن يبقى 10% و10% او 15% الانترودكشن و5% الكونكلوجن, كل ده بيتوقف على الوزن النسبي للموضوع اللي انت بتتكلم عليه. فكونكلوجنز tend to be shorter and more diverse, شورتر تبقى قصيرة جدا, مش قصيرة لدرجة ان هي يبقى الكلام مش مفهوم فيها او الملخص مش مفهوم فيها, and more diverse وفيها تنوع, than introductions مقارنة بالintroductions. Some articles may have a summary or concluding remarks, احيانا بيسموها summary, احيانا بيسموها concluding remarks, conclusions كلها حاجة واحدة بتهدف الى, but papers should generally have a final section that summarizes the arguments and makes it clear to the reader that the original question has been answered. لكن في البحث العلمي لابد انك تحط زي ما انا وريتكم كده section اسمه summary او conclusion. السمري او الconclusion ده لابد من وضعه في الابحاث العلمية, واللي بيلخص ايه هي اهم الاستنتاجات اللي خرج بيها هذا البحث. وعلشان تبقى الامور واضحة بالنسبة للقارئ, ان السؤال الأساسي أو مجموعة الأسئلة الرئيسية اللي تم طرحها في هذا البحث قد تم الإجابة عنها. طيب, which of the following are generally acceptable in conclusions؟ أنا حاطط 8 نقط من 1 ل 8 بقول فيها هل النقط دي من المقبول إنها تبقى موجودة في الconclusion؟ رقم 1, a statement showing how your aim has been achieved. بحط كده جملتين ثلاثة بتوضح ازاي ان انا حققت الهدف بتاع المقال او البحث. A discussion of the implication of your research, بعمل discussion مناقشة بقى عن الاثار المترتبة على البحث اللي انا عملته ده. Some new information on the topic not mentioned before, بعض المعلومات الهامة اللي في الموضوع وما حدش اتكلم عليه قبل كده. A short review of the main points of your study, هنبتدي نتكلم على الناس اللي سبقونا في الموضوع ده عملوا ايه. Some suggestions for further research, بعض الاقتراحات للابحاث المستقبلية. The limitations of your study, ايه هي المحددات او النقط او الفريم اللي انت حطيت فيه البحث بتاعك. Comparison with the results of similar studies, بنعمل مقارنة مع الأبحاث المشابهة في هذا المجال. A quotation that appears to sum up your work, عبارة عن جملة كده بتلخص كل الشغل اللي انت عملته. طيب, انا بحاول هنا في الاكسرسايز ده ان انا اربطه مع الشريحة اللي فاتت. يعني الشريحة اللي فاتت كانت الارقام من 1 ل 8, هنا الارقام من 1, هنا حروف من 1 ل 6 A B C D E F. اذا في حاجتين المفروض ما يبقوش موجودين في الكونكلوجن في الشريحة اللي فاتت, وفي 6 حاجات المفروض يبقوا موجودين. اديت مثل رقم 5 في الشريحة اللي فاتت بتقابله هنا رقم C الاختيارات الصح, بيقول match the extracts from conclusions below with the acceptable components in the previous slide. C هنا بتقول ايه, another line of research worth pursuing further is to study the importance of language for successful expatriate assignments. يعني بيقول هنا ان مهم قوي يا جماعة ان احنا نبتدي ننفذ ابحاث او نجري ابحاث في المستقبل بتوضح أهمية اللغة بالنسبة للمغتربين. طيب, دي اللي هي رقم C. لو أنا رجعت هنا اللي أنا اخترت رقم 5, some suggestions for further research,
يبقى كده مظبوط ان انا بقول ان بعد ما خلصت البحث بتاعي انا بقترح ان هو يتم التركيز على موضوع تعلم لغة البلد بتاعت المهجر اللي هينتقل ليها الانسان. يبقى انتوا هتحلوا من هنا في عندنا 6 جمل صح، وفي جملتين ما ينفعش يبقوا موجودين في الكونكلوجن. ال6 جمل اللي في الشريحة اللي فاتت هيقابلهم ال6 حروف اللي موجودين هنا، وانا وضحت لكم ازاي تقدروا تحلوهم، وده الاكسرسايز اللي مطلوب منكم. Rewriting and proofreading دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. In exams you have no time for rewriting, but for coursework assignments it is important to take time to revise your work to improve its clarity and logical development. In both situations, proofreading is essential to avoid the small errors that may make parts of your work inaccurate or even incomprehensible. طيب يعني ايه ري رايتنج ويعني ايه بروف ريدنج؟ دلوقتي انا جيت كتبت مقالة او جيت كتبت بحث، انا من وجهة نظري بعتقد ان البحث بالطريقة اللي انا كتبته بيها دي ما فيهوش اي اخطاء خالص، وبالتالي هيصل بسهولة الى القارئ بتاع المقالة او الاستاذ بتاعي لما هيجي يصحح الاساي اللي انا هعملها. في الامتحانات ما عندناش الرفاهية الوقت اللي يخلينا نقدر نعمل الري رايتنج ده، ان احنا نحسن اللي احنا كتبناه، نخلي الافكار مرتبة اكتر، نستخدم جمل احسن، نشوف السبيلنج، الحاجات دي كلها. لكن في الكورس وورك الاساينمنتس اللي انا بديها لكم اللي هي الاكسرسايز دي، بيبقى في عندك فترة كفاية جدا ان انت تراجع، او وقت كفاية جدا ان انت تراجع الشغل بتاعك عشان تحسن من جودته، ويبقى واضح بالنسبة للقارئ، وبالتالي التطور بتاع الموضوع او التدرج بتاع الموضوع يبقى منطقي. في كلا الحالتين proof reading is essential to avoid the small errors. الproof reading ده بقى يعني انا بعمل rewriting وبعمل proof reading علشان في كلا الحالات your work لو انا ما عملتهمش your work inaccurate، هيبقى الشغل بتاعك شغل مش دقيق، or even incomprehensible يعني هيبقى مبهم او غامض او مش واضح المعنى اللي انت عايز تنقله للقارئ. Although it is tempting to think that the first draft of an essay is adequate، بيبقى مغري قوي ليك انك انت اول مرة كتبت الconclusion والintroduction والmain text والحاجات دي كلها لو بيسموه الfirst draft، بيبقى ده مغري جدا انك تحس يا خبر ابيض ده كده اللي انا عامله ده مفيش احسن منه. It is almost certain that it can be improved، لكن يجب ان تتأكد ان في دايما مساحة للتحسين بتاع الشغل اللي انت عملته، وبالتالي يخرج في صورة افضل. After completing the first draft، بعد ما تخلص بقى اللي هو الدرافت الاولاني كتبت الموضوع لاول مرة، you should leave it for a day، تسيبه يوم يومين ثلاثة، and then reread it، وبعد كده ارجع اقراه مرة تانية. Asking the following questions، واسأل نفسك الأسئلة دي وانت بتمر في الموضوع مرة تانية. Does this fully answer the question or questions in the title؟ في عنوان، العنوان دوت بيبقى فيه تساؤل أو فيه نقطة بحث، هل المقال اللي أنا كتبته أو البحث اللي أنا عملته جاوب على كل النقط والتفاصيل اللي أنا طرحتها؟ Do the different sections of the paper have the right weight؟ For example, it is well balanced. احنا كنا اتفقنا ان الانترودكشن والكونكلوجن بيمثلوا 20%. فجأة الاقي ان في الشغل بتاعي الانترودكشن والكونكلوجن واخدين 50%. يبقى في الحالة دي الاجزاء المختلفة مش متزنة حسب الاوزان النسبية بتاعتها. Does the argument or discussion develop clearly and logically؟ هل تدرج الموضوع والنقل ما بين أجزاء المختلفة في نوع من المنطقية؟ Any important points that would support the development are missed؟ لو أنا بعرض فكرة معينة وفي عندي نقط مهمة جدا هي اللي هتدعم الفكرة بتاعتي أو الرأي بتاعي، هل دي مش موجودة؟ تعالوا نشوف المثل ده. Study the introduction to the paper. في عندنا paper كانت مكتوبة. What would be an acceptable number of interviews to carry out for a master's dissertation. Decide how it could be improved. هنا
عبارة عن جزء من بيبر. الجزء ده البيبر عنوانها ان بتتكلم على ايه هو عدد الانترفيو اللي ممكن اعملها في يوم واحد لو فرض ان انا عندي مؤسسة بحثية والمؤسسة دي هتدي منح لدرجة الماجستير وبعمل انترفيو للناس اللي مقدمين في المنحة دي. طيب المفروض اعمل كام انترفيو بالشكل اللي هي مكتوبة بيه دلوقتي؟ ده كان اول فيرست درافت. طيب هل في طريقة او هل في اسلوب افضل ممكن اكتب بيه مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات اللي كنا اتكلمنا عليها بعد كده؟ تعالوا نشوف. An interview can be defined as a conversation with a definite structure and objective. It goes beyond an everyday discussion with no particular purpose. There are many possible interview situations, but all involve an interviewer and an interviewee. It is normal for the former. Former يعني معناها الأولاني اللي هو الانترفيور اللي هو وليكن أنا كدكتور عمرو متولي، أنا اللي بعمل انترفيو، يبقى أنا الفورمال اللي هو الانترفيور. To ask the later اللي هو الانترفيوي direct questions and record the answer. بيبقى في معايا نوت باد، قلم وورقة، بيبقى في عندي أسئلة محددة بسألها للشخص المتقدم للمنحة وبسجل الإجابات بتاعته. The questions may be prepared in advance or they may occur as the interview develops. ممكن الأسئلة دي تبقى أسئلة مكتوبة مسبقا، بيبقى في لجنة بتقرر ان احنا عايزين نسأل المتقدم للمنحة عن 1 2 3 4، او ان من خلال الإجابات اللي بيقولها على بعض الأسئلة بيبتدي يتشعب او تتشعب المحادثة الى أسئلة تانية. But may also be done by audio or video recording. لكن دي برضو ممكن بدل ما نكتب، لا بيبقى فيه فيديو بيسجل بحيث ان احنا نقدر نحلل الانترفيو دي بعد كده. It is hard to say how many interviews can be carried out in one day. موضوع صعب ان احنا نحدد ممكن نعمل كام انترفيو في اليوم الواحد. I personally think that، وانا شخصيا بعتقد، 2 is the maximum because it can get very tiring. انا اعتقد ان maximum 2 interview كفايه في اليوم لان بيبقى الموضوع بعد كده مرهق. A lot depends on the subject being researched. ده بيتوقف كتير قوي على الموضوع اللي احنا بنعمل interview حواليه. طيب comments on the first draft. ده كان الفيرست درافت. طيب انا شفت ان في ملاحظات انا لاحظتها على اللي انا كتبته اول مره، ولما سبته يومين تلاتة ورجعت قريت فلقيت ان فيها ليا ملاحظات. Too much space giving to basic points. انت اديت مساحة كبيرة قوي عشان تتكلم على الانترفيو دي، عبارة عن شخصين اتنين، واحد هو اللي موجود في المكان اللي هو الانترفيور، والتاني اللي هو الانترفيوي اللي هو هيروح يقدم في المنحة ديت، وان دي مش عبارة عن محادثة من المحادثات اليومية، ده شيء متعلق بموضوع معين. دي كلها basic points، ما كانش المفروض ان انا اعمل كده. No reference are giving. احنا اتفقنا ان احنا لو بنتكلم على مقالة قصيرة برضو مهم عشان ابين للناس ان في عندي مصادر للمعلومات اللي انا كتبت منها المقالة دي، لابد ان انا اذكر مصدر او اتنين على سبيل المثال. Sentences are too short. الجمل المفروض ما تبقاش قصيرة جدا او طويلة جدا، يعني الجملة اللي تبقى 4 سطور اكيد على ما اوصل للسطر الرابع بكون نسيت ايه اللي في السطر الاول. طيب والجمل القصيرة قوي ما بتديش معنى واضح، بالعكس بتبقى عبء على الموضوع. في بعض الحاجات اللي احنا بنسميها ستايل. I personally think that. لا مش مناسب قوي انك انت تقول I personally think that. صحيح رأيك مهم ولابد ان هو يتم ذكره، ولكن في نطاق الموضوع بصفة عام. Question in the title not fully addressed. السؤال اللي هو سأله وكان الهدف ان هو يكتب المقالة كله حواليها، لقينا ان احنا ما جاوبناش على السؤال دوت اللي هو المفروض لو في طلبة ماجستير او دكتوراه مقدمين في منح اعمل كام انترفيو في اليوم الواحد
لو في عندي مثلا 100 واحد مقدمين، هل اعمل لهم انترفيو في يوم واحد، في يومين، في ثلاثة؟ فالتفاصيل اللي بتدور حوالين النقطة دي انا اغفلتها في مقابل اللي هي رقم ايه، بيزك بوينتس، ان انا فتحت قوي قوي في تفاصيل اساسية. With these points in mind، لو انا خدت بقى في اعتباري ان هو النقط من A لحد E، the introduction could be rewritten، هعيد كتابتها مرة تانية كالتالي: organizing an interview involves a series of steps، وجبت المصدر اللي قال الكلام ده ديفيس سنة 2007، including recruiting interviewees، finding a suitable venue and writing appropriate guidelines. هو في الانترودكشن اللي فاتت قال ان الاسئله اللي بيتم طرحها اما ان هي تكون مكتوبه مسبقا او بتتطور بتطور الانترفيو، صح كده؟ طيب هو لخص الكلام ده في ان في مجموعه من الخطوات لابد ان هي تؤخذ في الاعتبار في اي انترفيو، اللي هي ان احنا بيبقى في عند الناس بيتقدموا، وبعدين بنلاقي مكان مناسب عشان نعمل فيه الانترفيو وليكن غرفة اجتماعات مثلا، وبيبقى في عندنا جايد لاينز او خطوط اساسية هنتكلم فيها في هذه الانترفيو. However depending on the research subject a more flexible approach can be adopted. يعني لو الموضوع طبي مثلا يبقى في الحالة دي بنلاقي ان الموضوع متشعب، وليكن مثلا هم هيتعامل الطالب ده هيعمل ماجستير على جراحة القلب، طب ما هي جراحة القلب دي مرتبطة بحاجات تانية زي مثلا وليكن الجهاز الهضمي قد يكون لها علاقة، يبقى في الحالة دي مفيش عندنا حاجة اسمها موضوع ثابت، لكن بنقدر نحن نتشعب شوية في المواضيع. بنقول however depending on the research subject a more flexible approach can be adopted، ممكن نحن نتطرق إلى أسئلة تانية، resulting in a less structured interview. وبالتالي الخطوط الصماء او القواعد الثابته دي ممكن ان احنا نتحرك حواليها شويه عشان حتى نقدر ان احنا نشوف شخصيه المتقدم. For a master dissertation، لو في عندي منحه للماجستير وفي ناس مقدمه عشان تاخد المنحه دي، interviews must contain data relevant to the research topic which the interviewer can later process. مهم قوي ان لو انا هقوم بانترفيو must contain data relevant to the research، مهم قوي ان انا اتكلم شوية على البيانات الخاصة بالموضوع بتاع البحث which the interviewer can later process، وبالتالي اقدر بعد كده من الاجابات بتاعت المتقدم للمنحة ان انا اقدر اعمل تحليل للموضوع دوت. ده هنا انا كملت في الموضوع، فـ as King stated، King دوت اللي هو اللي في السطر الثاني مكتوب بالاحمر، ده ريفرنس من المرجع من المراجع اللي مستخدمة في المجال. Gathering a large volume of cases does not guarantee the credibility of a study. Most writers agree that 2 1-hour interviews per day are effectively the maximum for one interviewer. يعني لو أنا بعمل interview فكفاية عليا قوي إن أنا أعمل اتنين interview كل واحدة فيهم مدتها ساعة. For one interviewer. Given the time needed for preparation and subsequent processing. بس لازم أخد في اعتباري إن الساعة دي عشان أتحدث فيها مع المتقدم للمنح، في حين إن في خطوات قبليها بجهز فيها نفسي، بعد كده في بعد ما تخلص انترفيو باخد الإجابات اللي طلعت وابتدي أعمل لها عملية تحليل عشان أشوف هل الشخص ده مناسب للتقدم للمنحة دي مثلا ولا لأ. Moreover if an audio or video recording is used، إذا استخدمنا بدل ما نقعد نكتب الإجابات بتاعت المتقدم وعملنا تسجيل، there is more content to be analyzed، بيبقى في الحالة دي في عندنا مجموعة من البيانات أو المعلومات محتاجين إن إحنا نعمل لها عملية تحليل. For instance facial expressions اللي هي تعبيرات الوجه، لما جيت سألت سؤال معين، هل هو اتخض مثلا؟ هل هو كان عابس؟ هل هو حس ان السؤال ده كويس قوي فابتدى يبدو على وجهه نوع من السعادة والارتياح؟ The analysis of one interview can take up to 3 days work. التحليل بتاع البيانات بتاعت الانترفيو الواحدة اللي هي مدتها ساعة بس ممكن ياخد لحد 3 ايام.
In order to answer the question clearly, much depends on the research topic and the time the research has available. هنا دي نفس تقريبا الجملة اللي احنا كنا ختمنا بيها في أول مرة. In order to answer the question, عشان نجاوب السؤال اللي طرحناه في البداية. فده بيعتمد بصورة كبيرة قوي على الموضوع بتاع البحث. أنا كنت اديت المثل بتاع جراحة القلب مثلا، لكن لو حاجة اتكلم في المجال بتاع الأغذية مثلا على تطبيق نظام الهسب في مصنع أغذية معين، يبقى في الحالة دي المجال مش واسع قوي علشان اتكلم براحتي في الهسب مثلا. طيب هنا بنفس الطريقة دي، read the next section on possible ethical issues raised by this kind of research. Decide how it could be improved. بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. وازاي ان الفيرست درافت بيحتاج ان احنا نعمل له عملية تحسين كبيرة جدا. فأنا مديكو المثال دوت وهو من نفس الموضوع. ان هل من حق المؤسسات اللي هتقدم منح تعليمية مثلا، واللي احنا كنا اتكلمنا عليها هنا اللي هي درجة الماجستير، هل من حقها ان هي تخلي الباحثين الاكبر سنا ان هم يعملوا انترفيو للناس اللي هتقدم في المنحة ديت؟ هل الموضوع دوت له مميزات؟ هل الموضوع ده له عيوب؟ فاحنا او انا كتبت ده وجهة نظري، وانا شايف ان ده احسن حاجة. انتوا هتقروا الموضوع ده وهتبتدوا تقولوا لا والله الموضوع ده او الباراجراف دوت اللي هو في الانترودكشن ممكن يتكتب بطريقة احسن شوية من دي، وتجتهدوا فيه انكم تلاقوا له اجابة. احنا كنا اتكلمنا على الري رايتنج اللي هو الفيرست درافت وازاي ان احنا بنحسنه. الجزء الثاني عشان كده قلت ري رايتنج اند بروف ريدنج، الاثنين لازم يجوا مع بعض، الاثنين لازم يجوا مع بعض. بروف ريدنج مينز، وده تعريف مهم، checking your work for small errors that may make it more difficult for the reader to understand exactly. احيانا بتبقى في اخطاء صغيره كده، اخطاء الصغيره دي لما تتراكم مع بعضها بيبقى صعب قوي ان انا افهم اللي كتب المقال ده هو قصده ايه هنا. What you want to say if a sentence has only one error. هفترض ان في عندي جمله فيها خطا، الجمله دي بتقول ايه؟ He has no enough interpersonal skills to handle different situations. شوف اللي انا كاتبه بالاحمر، has no enough. طيب يعني يقصد بيها ايه؟ interpersonal skills اللي هي المهارات بتاعتنا، متحدث لبق، بيجيد التصرف في المواقف المختلفة، ممكن انه يعمل تحت ضغط، الحاجات دي كلها، بيجيد استخدام اللغات، الكمبيوتر، الحاجات دي كلها. هل دي استخدم معاها has no enough؟ اكيد هنا في جملة تانية او في كلمات تانية ممكن استخدمها عشان اعبر بيها عن ان هو عنده نقص في المهارات الشخصية اللي محتاج ان هو يشتغل عليها ويحسنها. It is not difficult to understand. انا خلاص من المعنى بتاعت الجملة العام كده قدرت افهم، فمش مفيش صعوبة قوي يعني. But if there are multiple errors، هنا بقى لو حاجات زي كده تكررت كذا مرة في نفس الجملة او في نفس الباراجراف او في نفس الموضوع، even though they are all quite minor، على الرغم ان هي حاجات صغيرة، has no enough مثلا، the cumulative effect، التأثير التراكمي، is very confusing، بيسبب مشكلة كبيرة جدا وبيسبب نوع كبير من عدم الفهم والتباسه. demolition كمثال، demolition of several USA banks like Northern Rock and many others. شوف الأخطاء شكلها عاملة ازاي. demolition of several USA، USA دي لازم تتكتب ثلاث حروف كبيرة، يبقى U capital S capital A capital، ماشي؟ مش several، لا هي USA banks like Northern Rock. Northern يعني الصخرة الشمالية، هنا ال N لازم برضو تبقى capital، الاتجاهات الأساسية كلها بتتكتب كده. and many others، بس أنا كتبتها may مش many، يبقى في حرف ال N ناقص هنا، يبقى كده عندي ثلاث أخطاء في جملة واحدة بقت مشكلة كبيرة بالنسبة لي.
Clearly you should aim to make your meaning as clear as possible. يبقى الهدف ان انا لما اكتب اي موضوع انه هو لازم يبقى موضوع واضح. لو كل شوية في عندي اخطاء من الصغيرة دي بتبقى مشكلة. Note that, لاحظ انه computer spell checks do not always help you. مش كلمة may هنا صح، يعني هي ككلمة ما فيهاش اي spelling mistake، لكن انا ما اقصدش هنا كلمة may، انا اقصد many. USA برضو نفس الحكاية، فالسبيل تشيك مش هيطلعها. Do not always help you مش هتساعدك طول الوقت. Since they may ignore a word that is spelled correctly، يعني لو في كلمة السبيلنج بتاعها صح مفيش اي مشكلة. But that is not the word you meant to use، لكن ده ما كانش او دي ما كانتش الكلمة اللي انت عايز تستخدمها. وهنا اشهر مثل قوي، Two factors need to be considered، هناك عاملان يجب ان يؤخذوا في الاعتبار. عاملين اتنين، كلمة تو هنا دي اقصد بيها يقطر، يعني زي ما تكون عربية بايظة وتيجي عربية تانية سليمة تقطرها اللي هي تي او دبليو، لكن انا ما قصدتش دي، انا قصدت تي دبليو او اللي هي تو، تي دبليو او اللي هي اتنين، لكن هنا تي او دبليو دي يقصد بيها حاجة بتقطر حاجة. The following are examples of the most common types of error in academic writing. ده هنا بقى بوريكو أشهر الأمثلة على الأخطاء اللي ممكن تقابلوها في لما تيجوا تكتبوا مقالة أو بحث علمي أو حاجة، وحطت لكم تحتها خط. Factual crime is a problem in many countries such as Africa. هل أفريقيا دول ولا دي قارة؟ يبقى يا إما تغير country such as تقول اسم دولة، أو إنك تشيلها خالص وتقول continent اللي هي قار. Word ending he was young and innocent، لا هي المفروض he was young and innocent. Punctuation اللي هي علامات الترقيم اللي هي الكوما والسيماي كولن والحاجات ديت، however دي لازم يجي بعدها كوما اللي أنا عملتها بالأحمر. Some strains of bacteria are وتروح مكمل بقية الجملة. Tense اللي هو الزمن أو الأزمنة. Since 2005 there were three major earthquakes in the region. هنا where ودي أنا هبتدي أسيبكوا بقى تبتدوا تصححوا، أنا وريت لكم أول ثلاثة يتصححوا إزاي. طيب هنا أستخدم where ولا have been؟ أنهي واحدة تبقى صح؟ طب اللي بعديها vocabulary the successfulness، هل في كلمة اسمها successfulness؟ دوروا عليها في القاموس وقولوا لي. previous experience أنا أقصد هنا previous السابقة. singular و plural one of the largest company، هل صح أقول company ولا الصح أقول companies؟ style اقرا كده الكلم الجمله دي بيقول finally the essay will conclude with a conclusion، منظرها صعب قوي، اكيد الستايل بتاع الجمله دي مش كويس. missing word الاقي ان الجمله فيها حاجه ناقصه، جمله بتقول an idea established by Louis Pasteur in 19th century اللي هي ايه؟ اللي هي pasteurization البسترة، بس أنا مش كاتبها فده missing word. word order a rule of marketing which states that consumer when go، هل كده الترتيب بتاع صح؟ that consumers when go out shopping، هل في تعديل ممكن نعمله؟ ياريت تفكروا فيه لحد ما نتناقش في المحاضرة. هنا نفس الأخطاء اللي أنا كنت اتكلمت عليها في الشريحة اللي فاتت أنا جبتها لكم أمثلة زيها بالظبط هنا، فكروا فيها، ودي من ضمن الأسايمنتس المطلوبة منكم أنكم تعملوها. Underline the error in the paragraph and then rewrite it. هنا paragraph الاكسرسايز ده أنتوا هتحلوه طبعا، وجايب لكم فيه مجموعة من الأخطاء اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، وعايزكم تحطوا لي تحتها خط
وتصححوها وبالتالي تعيدوا كتابته مرة تانية. انا هديكوا مثال في السطر الثالث الجملة اللي هي firstly the non-European، هي مش يوروب دي زي USA زي أفريقيا، يبقى محتاجين نكتبها capital. طب والدليل على صحة الكلام اللي أنا بقوله ده، بص على أول الباراجراف many non-European، هي بالظبط، بس شوف أنا كاتبها إزاي هنا وشوف أنا كاتبها إزاي هنا. طيب هديكوا هنت كمان أو حاجة تانية، السطر قبل الأخير الكلمة الأولانية فيه lastly ورحت مكمل على طول there is lots of rich people living in the country، يبقى برضو دي حاجة تانية تخلوا بالكوا منها. طيب هسيبكوا تفكروا في ايه الحاجات اللي موجودة تاني وبالتالي تقدروا انكوا تشوفوها. هنت كمان، السطر الثالث من تحت اللي هو بيقول secondly the single European market provide، هل single دي هنا صح؟ وهل هي السبيلنج بتاعها صح، بس هل هي مقصود بيها هنا كده؟ طيب وكلمة foreign اللي هي أجنبي، هل كده صح ولا فيها مشكلة؟ طيب هنا بقى آخر جزء في الموضوع اللي هو confusing pairs، اللي هي كلمات بتبقى قريبة قوي في النطق من بعضها لكن ليها معاني مختلفة. when proof reading it is important to check for mistakes with some confusing pairs of words، بعض الكلمات اللي بتكون قريبة من بعضيها في النطق في السبيلنج في الحاجات دي كلها لكن هي مختلفة خالص بتدي معاني مختلفة، which have similar but distinct spelling spellings and meanings، ليها spelling مختلف وليها معاني مختلفة. dryness الجفاف affected the wheat harvest in Australia، استراليا معروفة قوي بقصة الجفاف اللي عندهم وبتحصل عندهم حرائق كتيرة قوي وبالتالي الجفاف ده بيأثر على الحصاد بتاع المحاصيل بتاعته وهم عندهم القمح من المحاصيل الرئيسية. فهنا كلمة affected انا استخدمتها. an immediate effect يبقى affected هنا اللي هي بالA affected the wheat، الجفاف أثر على المحصول بتاع القمح. في الجملة التانية an immediate effect of the price rise was a fall in demand، كان التأثير، شفتوا بقى المعنى هنا مختلف ازاي، بتاع ارتفاع السعر ان الطلب على السلعة دي ايا كانت السلعة قل. affect and effect are two different words، affect is a verb while effect is commonly used as a noun. طيب هنا دي امثلة وفي عندي امثلة كتيرة جدا، اي حد هيقدر ان هو يجيب لي confusing pairs هيبقى له تقدير خاص مني بالنسبة للأعمال بتاعت السنة. حاجة زي accept و accept، accept verb accept preposition، it is difficult to accept their findings، the report is finished except ما عدا for the conclusion. complement ممكن كنون او verb و complement verb، لاحظ ان الفرق ما بينهم حرف الاي. his colleagues complimented him on his presentation، زملائه هنقوه على البرزنتيشن اللي هو عمله، كان برزنتيشن كويس. his latest book complements، كان مكملا او متمما his previous research on Africa economies، عن الاقتصاديات في قارة افريقيا. economic as adjective economical برضو adjective، sharing a car to work was an economical move، لو احنا مجموعة من الزملاء بنشتغل في مكان واحد بنروح الشغل في وقت واحد وبنخرج في وقت واحد فاحنا ممكن نتجمع احنا الاربعة في عربية واحدة فده هنا بقت economical move. inflation التضخم was one economic result of the war، دايما مناطق النزاعات او الحروب التضخم في الاقتصاد بيكون واحد من الاثار الاقتصادية ليها فبقت هنا economic result. it's pronoun it is pronoun plus verb،
It is widely agreed that carbon emissions are rising. معروف قوي ان ان الانبعاثات الكربون اللي ناتجه من التلوث بتاع البيئه ده it is widely agreed that are rising ان هي بتزيد. The car's advanced design was its most distinct features. The car's advanced design was its most distinct feature. يعني التصميم المميز للعربية كان أحد المزايا الخاصة بها. Lose lose بيتنطقوا هما الاتنين حاجة واحدة، بس واحدة verb وواحدة adjective. No general ever plans to lose a battle. مفيش أي ضابط بيقاتل في جبهة معينة بيخطط إنه يخسر الحرب، بالعكس ده بيخطط إنه يفوز بيها. He stressed the loose connection between wealth and education. في واحد كاتب مقالة بيركز فيها إن مفيش علاقة قوية بل هناك علاقة مفقودة ما بين الثروة والتعليم. يعني مش شرط علشان أكون متعلم أبقى غني، لا ممكن أبقى متوسط ولكن على درجة عالية من العلم والثقافة. Principle ممكن تبقى adjective وnoun وprincipal noun. شوف الفرق ما بينهم ايه؟ PAL في الآخر وهنا PLE. All economists recognize the principle of supply and demand. كل الناس اللي بتشتغل في الاقتصاد بتتكلم عن نظرية العرض والطلب. Principle اللي هي القاعدة الأساسية بتاعت العرض والطلب. Zurich is the principal city of Switzerland. زيورخ دي واحدة من المدن الرئيسية، لكن هنا بعبر بقول هي المدينة الرئيسية وهي عاصمة طبعا سويسرا، لكن هنا بقصد بيها ان هي حاجة رئيسية. rise the verb ال past tense بتاعه rose و raise the verb ال past tense بتاعه raised. طيب ناخد مثالين. the population of Cairo rose by 35% in the last century. التعداد السكاني في القاهرة زاد بمقدار 35% في القرن الأخير لحد سنة 2000. طيب يبقى هنا كتبت كلمة ايه؟ rise وخدت الـ past tense بتاع اللي هو rose. لكن لما أقول the university raised its fees by 10% last year يبقى هنا الجامعة رفعت المصاريف بمقدار 10% اللي هي التانية بقى اللي هي الـ verb اللي هو rise، اللي أسف اللي هو raise، والـ past tense بتاعه اللي هو raised. raised its fees رفعت المصاريف في مقدار 10%. site الاولانيه noun والثانيه noun، بس site the site of the battle is now covered by an airport. الموقع بتاع المعركه اختلف وبقى عباره عن مطار بعد ما انتهت الحرب. his sight began to weaken when he was in his 80s. هنا بقى site sight يقصد بيها الرؤية، قدرته على الرؤية ابتدت تضعف لما وصل للتمانين. tend to وtrend الأولانية verb والتانية noun. young children tend to enjoy making a noise يبقى الأطفال الصغيرين بيحبوا يعملوا يعني ضوضاء وحاجات زي كده، يبقى دي استخدمت كلمة tend. لكن in many countries في العديد من الدول there is a trend towards smaller families، هناك اتجاه trend لأن تكون عدد أفراد الأسرة قليل. هنا exercise ليكو choose the correct word in each sentence، هتختار من الكلمتين اللي أنا مديهم لكل واحدة فيهم. بكده نبقى انتهينا من الـ confusing pairs، وإن شاء الله هجيب لكم مزيد من الـ confusing pairs عشان تقدروا تتدربوا عليها ونقدر ان احنا نجاوب على اسئلتكم كالمعتاد. شكرا جزيلا.